لا تتوقف مهمة رجل المرور على تنظيم حركة سير المركبات، بل وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالقواعد المرورية. هذا ما أكدت عليه الإدارة العامة لشرطة السير بساحل حضرموت، والتي اختتمت مؤخرا فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد الذي شمل العديد من الأنشطة والبرامج المتعلقة بزيادة الوعي بالسلامة المرورية. عملنا معرض الصور ونزلنا إلى جميع أحياء مدينة المكلا على أساس الناس ينظروا إلى بشاعة الحوادث وإلى ما تنتج عنها تلك الحوادث، وعملنا ملصقات مرورية على أساس توعية المواطن ونشر الوعي المروري فيها، بالإضافة إلى ما قمنا به من نشر شعارات أو بث شعارات عبر إذاعة المكلا وإذاعة حلم وعدد من القنوات الفضائية. برامج أثبتت الإحصائيات نجاحها في خفض معدل الحوادث المرورية لتصل إلى أدنى مستوياتها. الإحصائيات اللي حصلت فيها الحوادث الفترة السابقة من أغسطس إلى أبريل 2017 بلغت 256 حادث، عدد الوفيات فيها 28. خلال فترة أسبوع المرور كانت إحصائية الحوادث فيها انخفاض، يعني خلال فترة أسبوع المرور حادث واحد فقط. إدارة المرور بساحل حضرموت والتي تشكو من فقدانها للكثير من كوادرها وإمكاناتها جراء الأحداث التي شهدتها المحافظة، كانت قد دفعت صوب تسهيل إجراءات ترقيم المركبات المجهولة للحد منها والتلويح باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتخلفين. ولأن الحفاظ على السلامة المرورية يتطلب تشاركا مجتمعي، فقد عمدت السلطات المحلية إلى تكريم منتسبي جهاز المرور والعشرات من المتطوعين المناصرين لشرطة السير بالمحافظة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.